من مواليد 1963، أصيل منطقة الكرم الغربي، متزوج، أب لزوج أبناء، اسكندر ومحمد علي ربي يخليهم. معنا اللحظة هذه هي تاريخية بالنسبة لي أنا، خاطر رجعت بي 34 سنة التالي. كان عمري 20 سنة، كنت فرحان بالدنيا، نخدم في الشيمينو. نهارتها يوم 3 جانفي، نهار ما تنساش، روحت من الخدمة مادي ساعة ونص كالعادة. معنا مشيت خذيت ترا بالتجيام، روحت للكرم. كانت الحالة غير عادية في الكرم من نهارتها، ثم شوية مشاحنات بين الأمن وبين المواطنين. معناه أنا نسكن في نهج فلسطين، هذا قريب لمركز الشرطة. قبل كي قريب نوصل معناه للدار، وقفني عون أمن وأنا ساكادو عندي على كتفي. وقفت، قال لي شنو عندك في الساك؟ قلت حوايج الخدمة راهو وفطوري. معناه أنا هزيت كي باش نوريه، وثم 3 عوان نخزر لهم أنا قراب لي، قراب لي يمكن 20 متر ولا 15 متر. واحد منهم ريته وانا جبد السلاح، جبد الفرد وضربني بالكرتوشة الأولانية. أنا وقتها تصدمت، ضربني من هنا في اليد اليسار، هذه خاطر اليد اليسار عملت كي ضربت منها، خرجت من هنا الكرتوشة، حسيت بيدي دارت. أنا حاولت باش نجري وجيني 3 كرتوشات أخرين، واحدة في كرشي، واحدة في جنبي، واحدة جرحتني من هنا. جريت أنا يجي 50 متر وكيكا وطحت، معناها أغمي علي، معناها طحت وقتها، الدم فايض علي وكل عرف 4 كرتوشات. تلموا علي أولاد الحومة وتلمت العبيد. جيت أمي مسكينة تبكي مغادية، قعدوا يعصروا معناها في المريول، قالوا مات مات مات. قعدوا يلوجوا على كميونة ولا حاجة باش يهزوني، ما لقاوش. لين جارنا معناها مشى جاب كميونة وأنا مطيش في الكياس كيف هاي، عملوا لي جراي وطيشوني في الكميونة. طلع بحذاي أخويا الكبير، وقت علي أخويا الكبير طلع بحذاي. مشينا المستشفى خير الدين، مستشفى خير الدين قال هذه حالة ما يؤوس منها، معناها الراجل ينزف وكله ما نجم نعمل له حد شيء. ما ثماش دي زومبيلونس، ما ثماش. نهار 3 جام في وقتها معبي سبيطار، ما ثماش. قالوا ما حال، حاولوا باش يكفوا لي شويه دم، وقالوا اخويا حاولوا كيفاش يزوا شرنيكول، فاش باش يمشي شرنيكول وقت هي ما ثماش دي زومبيلونس. ولا هذاك مسكين قال نمشي، انا نمشي نمشي بالكاميون، نمشي. قعدنا نمشي، وحتى اللي عرضونا خاطر الشعب كان غاليان ياسر، مش يعرضونا يوريهم، يقوم يقول لهم شوفوا الراجل مش يموت، كان تحبوا تخلونا نتعدي ونتعدي، وما تحبوش خلوه يموت يولي وخلونا نتعدي. انا وقتها ثم حاجه معناها حسيت بها بالحق، معناها يمكن او 20 سنة عمري وقتها، معناها كنت حسيت كل الروح خرجت لهنا. وقتها نكلم في خويا قلت له معناها من وصيك كان على امي. هاي وصلنا للسبيطار شرنيكول، دخلوني يجروا لبيت العمليات. ما فقت بحد شيء أنا. وقتاش نفيق، نفيق من غدوة نلقى روحي في كولوار، مش في بيت، في كولوار السيرو معلق، وأنا في كولوار مطيش يدي هذي معناها ساقات، معناها 35% أخذت عليها سقوط. وقت ضربت الكرتوشة منه خرج منه، جرحت لي العروق كل، خليتني معناها صحيح، معناها أخذت بطاقة معاق، معناها يدي معناها صحيح، وكرتوش منه ومنه منه. نلقى أمي بحذاي وأخوي، قلت له مش صار؟ قالوا لي راك منعت من الموت. جيت بيه بوقتها يرحم والدي، قال أنا ننصحكم امشيوا روحوا بيه، اهربوا بيه، على خاطر أمن الدولة قاعد تجي تهز في العباد لهنا. كان الأمر كي أخوي قالوا هزوا اهربوا بيه، خير اسمعوا كلامي أنا، راه ما كانش باش يهزوه راه. وأنا في الكولوار خاطر تلمون ثم برشا موت نهارتها وبرشا مجاريح، ما لقاوش وين. بعد ما عملت العملية خرجوني الكولوار، روحوا بيه. وقت اللي روحت ما حبيش نمشي انا للدار، قلت خلينا نمشي لدار اختي، دار اختي اكبر دارنا خاطر في زنقه كاي واحد، قلت خلينا نمشي لدار اختي. امي قالت هزول دار اختي اكبر شويه وخليه يرتاح هذيك. روحت وانا بالوجايع، مزلت بالوجايع، معناها واحد مسك خارج من العمليه من معناها 3 كرتوشات والرابعه 4 كرتوشات، معناها صحيح، معناها نتاع موت. من غدوه لين بعد غدوه وقتها رجع وقتها برقيبه معناها الخبزه ب 80، العباد شوفها فرحانين، قالوا فرحانين فرحانين. جاني الاخبار اللي قالوا راهو داو يهزوا في اولاد الحومه، ولا انا ما عندي حتى دخل، معناها انا نعرف روحي ما عملت حتى شيء، مروح من الخدمه، معناها ما عندي حتى توجيز باش وريت معناها شنو اللي عندي في الساك. كليت 4 كرتوشات
في الليل يمكن مع نص الليل ماضي ساعة والماضي ساعتين والله تقول حلم أنا كأنه كابوس نهارتها تقول كابوس خطر وقت لي حليت عيني عاود سكرتها أنا نخسر روحي نحلم معناها كلاشينكوف فوق صدري لهنا فوق كرشي كي حليت عيني نشوف معناها في واحد أسمر معناها حتى معناها تصور كروما ما عندوش معناها كي تبرك لها كي قديش مو ما دارين عاود حليت عيني قالي انت هشام قلت له أنا هو هشام قالي ما موتش بأربع كرتوشات وتموت عن تموت عن نحن وهزوني هكاك هزوني أنا تصور واحد ملح فعبارة ملح هزوني هكاك طلعوني في الكهرباء فك الليل هزوني للداخلية دخلوني دخلوني في بيت الداخلية أنا ما فيها شيء فيها أربع سيم معلقين والدم في الحيوط كاو وخلوني غادي كليلتها ما كلمونيش وصلوني حطوني ومشيوا على الواحد أنا عارف أنتم مجام فيه والدنيا باردة وسيمان ما ثم حد شيء ما نعرفش الوقت قعدت غاديك حزير وقعدت مره نرقد مره لا مره نقعد مره ما فهمتش وانا بدمي هكاك الصباح جاوني هاي طلعوني قالوا لي مش تبحث في الداخليه يعني ما عارفاش حكيت لهم قلت لهم اللي صار هو اللي صار هو اللي صار قال لي حكايه اللي تحكي فيها تو هزوه هزوه رجعوه كي هزوني معناها ما كنتش نتصور أنا معناها باش يعملوا عمال كيما هكاك معناها وقت لي ضربوني العملية تتحل هشام ضربوك فين انت عملت العملية هذا هو وزادوا عودوا حلوا الجرح خاطر مصابني هيك تغرج هجرح معناها يجي واحد لبس فوزة بيضة عاود يخيطها لي خرج لك المسارنك البر هشام شكانوا يقولوا لك اش طالبين منك هما بالضبط والله يا مدام انا ما شنو اللي طالبين انا قلت لهم اكتبوا اللي تحبوا اكتبوا اللي تحبوا تقولي قتلت بو قتلت امه قتلت اعطوني صحتي لازم العذاب خاطر ثلاثة مرات العملية تحل هيك بالرياك من تو العملية ثلاثة مرات تحلوا ويعاودوا يغيطوا معناها تحس بشماتة معناها يحبوا يقتلوني هذا يحبوا يقتلوني صحيح أنا عيست من الحياة وقتها قلت صحيح مش نموت أنا صحيح قلت مش نموت عملية تخرج يوم خيطوا نقبولي الطبلة متاعي لتوا مقبوبة معناها الطبلة الداخلية لتوا مقبوبة آخر مرة مشيت للطبيب قال لي مقبوبة قلت هذيك من 84 وهي مقبوبة قلت ما تضرب الكريتو لهنا لتوا مقبوبة حلوا لي العملية ثلاث مرات يجي واحد لابس طبلية بيضة يخيط لي هكاك بونش لعاد شيء أنا صحيح وقتها أنا صحيح ما عادش فيا هشام وانت في قاعة التعذيب وهو يجي ذي طبيب ولا فرملي يجي خيطك وانت هكا يجي خيط لي يجي نتذكر حتى في الكلوار كيبدا ماشي لابس جينية كبيرة وبلوزة بيضة عارش طبيب فرملي ولا حاجة يجي عسير ويخيط لي ما غير بونش هكا يخيط لي بالابرة هكا يخيط لي طول هكا والاخرين يقوم يعاودوا يحلوه يعاودوا يقاولوا بعد يعاودوا يضربوا يعاودوا تحل مو الجرح مازال جرح معناه مازال جرح جديد بس حيعاود يتحل
قاعد ويضرب هكاك من الصباح لليل ومغد وقلعته. يا ودي قلت لهم شنو تحبوا؟ شنو انا ما عادش نجم حتى نتكلم. قلت لهم انا شنو المطلوب؟ اعطوني صحه اللي تحبوا عليه مفيد فكوا عليه وكاو. بعد هزوني يمكن مادي ساعه ولا مادي ساعتين طلعوني لفوق خلوني غاديك في البيرو قاعد. ما يمكن حكايه الاربعه ولا كي جابوا طفله اللي اسمها سلوى جارتنا هي يمكن تو تعيش في ايطاليا ولا حاجه. وجابوا معاه محمد بوزيان هذا نتذكره خاطر جابوه في فراشيه وقتها ولا شنو محمد اللي كان يشهد قبل اي جابوه وقتها جابوه باش يشهد معناه. قعدت سلوى على الكرسي وحاطين لها المنوط من تالي وانا قاعد نقابلها. وعلى فكره مدام رامي جابوه الراجل اللي ضربني بالكرتوش جابوه وقعد مقابلني هكا وما تكلم حتى كلمه والله لا تكلم حتى كلمه. انا نحكي هكا وقلت له قال لي هذا اللي ضربك وانا ما نعرفوش معناه خاطر بعيد عليه رغم البعيد ثلاثه هما قاعدين يضرب. قال لي هذا قال لي هذا هو اللي ضربك واللي ضربني ما تكلم حتى كلمه حتى كلمه. لين كملت انا البحث ومشي ما تكلم حتى كلمه حتى كلمه. لا قال انا ضربته لا قال كيفاش حتى كلمه ما نعرفش شنو اللي قال. جابوا حسيلو الطفل هذا سلوى قال لها وانا وجهي مقلوب وقت قلت لك الدم من وذنيا وحالتي حليله وكل الدم بسوريتي. قال لها تعرفوا؟ قالت ما نعرفوش. وقت ضربها وضربها ضرب مقص الكرسي لين مسكينه تهزت الفوق وطاحت على راسها الدم ولا من راسها خارج وهي بالمنوط مسكينه من تالي الطفل هذه يسلو. وجابوا محمد قالوا تعرفوا؟ قال لا ما نعرفوش. خلوا الراجل مش نقتلوه تقول ما نعرفوش وخرجوا علي. عاودوا رجعوني لوتري جيور كيكا يمكن مع ستة ونص سبعة هزوني بالكهرباء حطوني قدام التجهيم ومشيوا على رواح. هما قالوا لي اطفال بورقيبه ولا شنو هذوك لا رحمه لا شفقه حسيرو ما يعرفوش لا يعرفوا لا ربي لا رحمه لا شفقه لا حد شيء ما يعرفوا حد شيء. طيشوني في التجهيم ومشيوا. تلمت علي العبيد وقت شبيك شبيك ما انا ما عادش سي ميت انا غزير روح سي. قلت لهم نسكن في الكرم انه من هزوني الحق في تاكسي وصلوني للدار. وقتها نخدم انا في الشيمينو معناها مازلت في بدايه معناها الخدمه نتاعي مازلت نافح في الخدمه نتاعي وانا وقتها نصلح في الترانات وفرحان بالخدمه نتاعي صحيح حسيت روعي. هزوني الحق للخدمه نتاعي الخدمه نتاعي وقت تكفلت معناها باش دوهتني معناها هزت معناها عاودوا خيطولي الغرز وعاودوا معناها عاودولي وبعثوني المستشفى قصاب قعد يعالج فيا قعدت على المساج ولا عطاني 35% سقوط معطاوني في جويليا أنا قاعد في الدار وجاني حكم غيابي بعشرين سنة حبس. شنو هو هذا يقول؟ معناها وأنا ما نعرفش بالحق ما نعرفش على روحي على شنو صححت. ما إلى حد الآن صدقني نعرف على روحي على شنو صححت. صحح وكهو صح على روحك. عشرين سنة غيابي. شو عامل أنا ما زلت نعمل في المساج وما زلت وقتها نمشي ونجي على قصاب. ما خفت الحق هربت أنا وقتها هربت لجبنيانة وقتها بلادنا هربت لجبنيانة يا أخي الدار عملوا محامي قال لي أو باش نعمل اعتراض. قعدت خايف انا قلت انا محكوم بعشرين سنه حبس غيابي كيفاش باش نعمل انا تو رجعت الحمد لله معناها في الاستئناف القضاء معناها انصفني شاف معناها كل شيء الوثائق عنده شافني انا مضروب وشافني انا اكسيدون تراجي معناها مروح من الخدمه اكسيدون تراجي مروح معناها من الخدمه بشهاده السبيطار خير الدين وقتاش وصلت وشهاده معناها وشهاده سبيطار شرنيكول وقتاش عملت العمليه الحمد لله انه القضاء انصفني وخذيت عدم سماح الدعوه. لكن تو خديت انا عدم سماح الدعوه صحيح ورجعت للخدمه. لكن حتى كي رجعت ما عادش نجم انا صاي نخدم في الترانات وانا عمري 20 قاعد يطيشوا فيا من بيرو لبيرو لين معناها تحس حتى في النظره معناها تبدلت معناها وتعرف وقتها شكون وقتها مدير امن وقت اللي جانا وقتها اللي كان ما كان زين العابدين بن علي والرئيس وقتها برقي معناها ما تنجم تاخذ حتى حق. انا اللي فات اللي سلكت اصحابي معناها ب 25 و20 ولاد الحومه كلهم محكومين اللي سلكت يلزمني باش نسكت معناها يلزمني ما عندي حتى حل. معناها ما شكيتش هشام؟ لا ما شكيتش ما تنجمش تشكي كيفاش نجم تشكي؟ انا معناها خرجت من صاي معناها حتى في الحومه تنجم ما عندك حتى حق باش تشكي شنو مش تشكي ما شكيتش انا وخرجت من الخدمه معناها كنت صغير وكنت فرحان بخدمتي نصلح في الترينات صبحت انا يحطوا فيا من بيرو لبيرو وهم بيرو لبيرو وبيرو لبيرو صاي خرجت من الخدمه. انا شوف يا مدام توا هذايا والله نداء انا تونس هذايا راهي تونس الناس الكل الزوالي راهو تونسي واللي لاباس عليه راهو تونسي معناها احنا رانا كلنا تونس.
واللي معناها ضربوني ولا ضربوا لخيها توانسة ست. شنية طلباتك هشام؟ والله يا مدام طلباتي ولدي صغير جاني، أنا نخدم في عطار، جاني قال لي يا عمي هشام بالله علاش التوانسة يقولوا التوانسة ما يفهموا كان بالضرب. قلت له مش صحيح، مش صحيح بابا. عليه قلت واحنا صحيح فهمنا بالضربة، أما انتوما أجيال قدام إن شاء الله تلقاو ما خير من اللي لنا إحنا، علاش نفهموا بالحوار ونفهموا بالكلام ونفهموا علاش كان بالضربة. هذه شعار معناه معروف، التوانسة رام ما يفهموا كان بالضربة، ما يفهموا كان بالعصا، هاك يقولوا راهو التوانسة ما يفهموا، علاش نفهموا كان بالعصا؟ عليه عليه أخي، إحنا في إحنا توانسة نجموا نفهموا بالحوار بالسياسة، نحكيو مع بعض، غلط نخلص، ما يسالش غلط نخلص، أما مش نغلط معناها تزيد أنت غلط على غلط. أنا حاجة بركة نطلبها مدام، تونس كبيرة، أعطيونا بلاصة صغيرة كي نعيشوا فيها معاكم، معناها نكملوا العمر، ما حدش فيه العمر، هذا اللي طاب.